ريفيو او نيورولوجي سيستم. فهذه الاوبجكتيفز وهذه النقاط اللي ان شاء الله حنغطيها. حنتكلم اول حاجه انتروداكشن ريسك فاكتورز، بعد كده حنتكلم عن الاسكيميك ستروكس والكوزز، كلينيكال فيتشرز، هاو وي ورك اب ذا بيشنت اند هاو وي مانج. Then we will talk about the intracranial hemorrhage, the causes and the clinical feature, the diagnosis and the management. And then we will talk about the hemorrhagic stroke, which is the specifically the subarachnoid hemorrhage with the clinical features, investigation and management. طيب. First, as introduction, إيش هي stroke؟ مقصود فيها acute neurological injury which can be either ischemic or hemorrhagic. والاسكيميك بتكون بسبب هايبو برفيوجن اور اسكيميا which causes neurological injury. في المقابل الهيموريجيك بتكون سيريبرال انفاركشن بسبب هيموريج، بيكون في هيموريج اكسترافيزيشن اوف بلاد فما في بلاد سبلاي، فنفس الفكره حيصير في هايبو برفيوجن وممكن كمان يكون في سكندري اسكيميك انسلت اور ستروك في حالات الهيموريجيك ستروك. عندنا حاجة بنسميها TIA أو Transient Ischemic Attack، وهذه بتكون Temporary Focal Cerebral Ischemia، يعني هي بتكون Ischemic Stroke بس إنها تكون Reversible، يعني ما بتعمل Permanent Neurological Damage. زمان كانوا بيقولوا إذا جلست الـ Symptoms less than 24 hours هذه بنسميها TIA، الآن ما حيفرق. بعض المرضى بيجلس مثلا ممكن يومين أو 36 hours then they return to normal neurological function، هذه بنسميها TIA. فاحنا ما نقول البيشنت كان عنده TIA الا بعد ما يرجع للطبيعي ويروح neurological deficit. في هذه الحالة نقول this is not ischemic stroke, this is transient ischemic attack. تمام. فايش هي الريسك فاكتور in general لما نتكلم stroke in general بشكل عام سواء hemorrhagic or ischemic stroke؟ أهم ريسك فاكتور في الستروك هايبرتنشن، وهذه يعني أهم ريسك فاكتور عادة بيجيبوه في أسئلة الاختبار. في حالات الستروك صحيح إنه الديابيتس والهايبرليبيديميا والأتريال فيبريليشن كل هذه ريسك فاكتورز، بس هايبرتنشن is the most common. يعني سواء كانت هيموريجيك، طبعا في حالات الهيموريجيك هايبرتنشن or uncontrolled blood pressure can be the cause of ischemic stroke، ونفس الشيء برضو قصدي في الهيموريجيك، ونفس الشيء في الاسكيميك ستروك ممكن يكون الهايبرتنشن is the cause uncontrolled blood pressure more than 220 او اللي بنسميها hypertensive emergency. فهايبرتنشن is not just a risk factor, it can be the cause. فدائما لما يسأل what is the most common risk factor for stroke in general or ischemic stroke، يكون فيه الخيارات including diabetes, hyperlipidemia, hypertension is the correct answer. فطبعا احنا بنقسمها non-modifiable risk factors و-modifiable. non-modifiable اهمها دائما الايج، نفس الوضع في الـ coronary artery disease و other disease اللي يكون الايج او الـ old age هو the most important risk factor. الجندر including male, family history of cardiovascular or cerebrovascular disease, the genetic disorder زي sickle cell disease، وهذه مهمة في ال young patient. ففي causes كده specific في ال young patient، واحد عمره 25 سنة وجاي بستروك، you have to think about blood disorder أو hemoglobinopathies اللي هي ال sickle cell disease, thalassemia والcocaine use. دائما هذه 3 causes هي الأهم في حالات ال أو الثرومبوفيليا برضو، هذه رابع حاجة. ففي اليونج بيشنت اللي هم 25 26 في هذا الايج اللي عادة ما حيكون عنده الريسك فاكتورز اللي في شايفينها في اليمين الموديفايبل ريسك فاكتورز الهايبرتنشن، فهذه في بعض السيناريوز برضو بتجي بيكون ال we have to think about بالتحديد السكل يمكن لأنه عندنا كومن هنا، ف مهم دائما تفكر فيه. برضو مهم الـ history of TIA، أي patient عنده TIA قبل كده you have to يعني calculate the risk for stroke in the future. ففي عدة score زي الـ ABCD2 score هذا بيساعدك تحسب الـ risk في الـ future، ما هي مهمة الآن تعرفوها، بس أهم حاجة أنه الـ TIA once a patient has
تي اي اي هي هاز ريسك تو ديفلوب ستروك وبالتحديد اسكيميك ستروك ان ذا فيوتشر، فمهمه جدا. من الريسك فاكتور برضه المهمه اتريال فيبريليشن، واتريال فيبريليشن از نوت جاست اجين ا ريسك فاكتور، اتس ا كوز. عشان كده بنعطي انتي كواجوليشن وبنحسب التشاد باس سكور تو افويد انه يحصل للبيشنت هذا ستروك. فاهم حاجه ابغاكم تخرجوا فيها من هذا السلايد او من الريسك فاكتور when you study stroke انه for ischemic and hemorrhagic age is the most important non-modifiable risk factor while hypertension is the most important modifiable risk factor. خلوا ده الشيء دائما في بالكم. طيب حنتكلم اول حاجه عن الاسكيميك ستروك. طبعا الاسكيميك ستروك يعني مهم جدا ان نكون عارفين الكوز او السورس بعض الاحيان بنسميه. فهي it can be either embolic or thrombotic or lacunar or others وحنشوف الحين. بس اهم حاجه وهي يمكن اكثر حاجه we encounter الامبوليك ستروك، وهذه عاده it affect the middle cerebral artery وبتيجي بيكتشر حنتكلم عنها في الكلينيكال فيتشرز لما نتكلم عن الكلينيكال فيتشرز اوف ischemic ستروك. بس هذه عادة أفكت الميدل سيريبرال آرتري و تكون السورس از يوجوالي كاردياك، يعني الموست كومن يمكن سيناريو انه بيشنت نون كيس اوف اتريال فيبريليشن از ايذر اون نوت اون انتي كواجوليشن او انه سب ثيرابيوتيك دوز، يعني الدوز ما هي كفايه او قصدي سب ثيرابيوتيك اي ان ار مثلا في البيشنت اللي بياخذوا وارفارين. ففي هذه الحاله they can develop ischemic stroke. فدائما خلوا في بالكم اي patient known case of atrial fibrillation او لما يجيبوا لكم الكيس patient presenting with weakness ويقول لك انه البلس is irregular، مو لازم يقول لك انه known case of atrial fibrillation، ممكن تيجي indirect يقول لك بلس is 95 irregular حتى ما هو tachycardia. فthis is خلاص يعني you have to think about ischemic وبالتحديد embolic stroke. في حاله ثانيه اللي الاتريال اور فنتريكولار ثرومباي، متى تحصل الاتريال اور فنتريكولار ثرومباي؟ في حالات الام اي، واحده من الكومبليكيشن اوف مايوكارديال انفاركشن ليفت فنتريكولار ثرومبس، لما نعمل ايكو بنشوفها تكون كده موفينج ثرومبس، هذا ممكن يصير لها امبولايزيشن وبتعمل امبوليك ستروك. اذا ام اي كان كوز ستروك يعني بعد فتره ممكن از ا كومبليكيشن الفنتريكولار ثرومباي يصير لها امبولايزيشن. Other sources include an internal carotid artery، وهذه في الحالات اللي عندهم internal carotid artery stenosis. فممكن انه الاثيروسكلوريتك بلاك اللي موجوده في الانترنال كاروتيد برضه يصير لها immobilization وبتعمل embolic stroke. اخر حاجه او اللي قبل الاخيره في الانفكشوس امبولاي، لما بشرح دائما الانفكتيف اندوكارديتس بقول لكم انه في عندنا واحده من الكومبليكيشن حاجه بنسميها septic emboli. هذه عباره عن امبولس الفيجيتيشن اللي موجوده على الفالف، هذا صار اموبلايزي عملت صار فيها اموبلايزيشن، بيكون موجود في نفس الامبولس هذه الاورجانيزم اللي سبب البكتيريا الاندوكاردايتس. فهذه لما بتروح بتعمل مصيبه، بتعمل ستروك وبتعمل انفكشن كمان من انجايتس اور انسيفالايتس في البرين. فهذه واحده من الكومبليكيشن اوف انفكتيف اندوكاردايتس او بكتيريال اندوكاردايتس. في حاجة أخيرة سيناريو نادر بس ممكن يحصل، يعني شفته قبل كده، اللي هي البارادوكسيكال امبوليزم، اللي بيشنت بيكون عنده شنت رايت تو ليفت شنت، يعني عنده كونجينيتال هارت ديزيز حتاخذوها في البيدياتريك من ضمنها الاتريال سبتال ديفكت يمكن أشهر شيء، أو البيتنت فورامين أوفال. ففي هذه الحالة ممكن يكون عنده دي في تي، بدل ما تروح تعمل بي إي اللي هو السيناريو اللي بنعرفه لأنه يكون في الفينوس سيركوليشن، لا هذه بتروح من الرايت تو the left وتدخل على السيستميك سيركوليشن، وطبعا على طول حتروح على البرين وتعمل امبوليك ستروك. بس هذا السيناريو نادر في البيشنت اللي عندهم هذه الكونجينيتال هارت ديزيز وما حصل لها ريبير، يعني في الشنط موجود. فهذا السيناريو هذه different sources of embolic stroke. كيف تيجي عليها الاسئله؟ ممكن يسالك which of the following is the source، حسب ما اعطيتك انا information في السؤال في السيناريو. قلت لكم انه مثلا البيشنت هذا قال لك انه في بانس هيستوريك ميرنو، يو هاف تو ثينك اباوت، او قال لك ريحك وقال لك انه في فيجيتيشن، يو هاف تو ثينك اباوت سيبتيك امبولاي. تقول له في حاله قال لك انه في الانترنال كاروتيد عملنا له الترا ساوند دوبلر وفي ستينوزيس، ذا سورسز حيكون الانترنال كاروتيد ارتري.
بالنسبه لل اذا في بريفيس هيستوري ريسنت هيستوري في ام اي يو هاف تو ثينك اباوت فيتريكولار ثرومباي. فهذه بس اكثر سيناريو زي ما قلت لكم اتريال فيبريليشن، وهو هذا السبب انه نعطي الانتي كواجوليشن. في اذر سورس او اذر بوسيبيليتي اللي ثرومبوتيك ستروكس، هذه في الحالات اللي يكون فيها اثيروسكلروزز في اللارج فيسلز. هناك اقول له موست كومنلي افكتد ميدل سيريبرال ارتري. هنا اجين في اللارج فيسل ممكن يكون في اثيروسكلروزز وتعمل ثرومبس في واحد من البرانش، وعاده هذه تكون تحصل فين الثرومبوتيك ستروك؟ في البرانش ما بين الانتيريور والميدل سيريبرال ارتري اللي الانتيريور كوميونيكيتنج ارتري اسمه، او ما بين الميدل سيريبرال والبوستيريور سيريبرال اللي بنسميها بوستيريور كوميونيكيتنج ارتري. ففي الجوينينج بوينت هذه ممكن يحصل في اثيروسكلروزز ويتقفل تماما زي اللي بيصير في الام اي. يعني الفكره هنا ما حتكون امبولاي صغيره كده، لا حيكون في ثرومبوزز كامل، فهذه بنسميها ثرومبوتيك ستروكس. هذه ليس كومون، يعني هم هنا حاطين النسبه 20% تقريبا، بس يعني ممكن الامبوليك از مور كومون تكه بسيطه عن الثرومبوتيك ستروك. مين اللي تحصل فيهم الثرومبوتيك ستروك؟ لما يجيب لي بيشنت نون كيس اوف دي ام، هايبرتنشن، ديسليبيديميا، سموكر، كل الريسك فاكتور حقت الاثيروسكليروزز اللي بناخذها في الام اي وفي في الكورونري ارتري ديزيز. ففي هذه الحاله وما كان في واضح انه في ريسك اوف امبوليك ستروك، ما في افيب، ما في انفكتيف اندوكاردايتس، ففي هذه الحاله وي هاف تو ثينك اباوت الثرومبوتيك ستروك از ذا سورس اوف يعني ستروك او نيورولوجيكال ديفيسيت. طيب في سيناريو ثاني اللي هي اللاكيونر انفاركت. ايش هي اللاكيونر انفاركت؟ هذه انفاركشن صغيره بتكون مالتيبل اوكلوجن اوف سمول بنتريتنج ارتريز، وهذه عاده سببها الهايبرتنشن، وبنشوفها كثير. يجي المريض بعد سنين من انكنترولد بلد بريشر، يجي ويكون عنده بيور موتور ديفيسيت. كاركترستيك في اللاكيونر انفاركت يكون بيور موتور اور بيور سنسوري ديفيسيت. يعني عشان ابسطها بس لكم، عاده تكون بيور موتور و يعني عاده افكتنج الانترنال كبسول او اللي هي الديب يعني الانترنال كبسول، بتكون اندر ذا سيريبرم. ما هو نفس السيناريو اللي بيحصل في لما الميدل سيريبرال ارتري بيصير في انفاركشن. انا حتكلم هذه اكثر عنها في الكلينيكال فيتشرز عشان توضح معاكم، بس في اللاكنر انفاركت بيكون عنده كومبليت باراليسيس اوف ذا لور ليم اند ذا ابر ليم اون وان سايد، بس يكون كومبليت باراليسيس. ما هو زي السيناريو اللي في الميدل سيريبرال ارت لما يكون اللور الابر ليم افكتد مور ذان ذا لور ليم. فهذه اللي هي تكون ان كنترولد بلد بريشر، وعاده يعني ات كان بي سين باي سي تي، وكمان اوضح تكون بالام ار اي. يو كان سي اللي هي مالتيبل سمول انفاركشن في الانترنال كبسول. فهذه على طول فكر في اللاكيونر انفاركت، واهم سبب لها زي ما قلت لكم الهايبرتنسيف فاسكولوباثي او اللي هو الانكنترولد بلد بريشر. هذا السيناريو نادر صراحه في الام سي كيوز، ما بيجي كثير، بس برضه مهم نكون عارفينه وبنشوفه برضه كثير في الريال لايف. طيب اللي بعد كده حاجه اللي هي البيشنت اللي بيحصل عندهم سيستميك هاي بوتنشن او سيستميك هاي بيرفيوجن بسبب هاي بوتنشن. هذا هو يعني عاده الستروك بتكون يعني يكون very ill patient، ممكن admitted to ICU وعنده persistent high potential. هذه أهم نقطة تخلوها في بالكم، إنه في persistent high potential بسبب shock، سواء كانت septic shock، سواء كانت hemorrhagic shock أو hypovolemic shock. persistent high potential بيعطوه ionotropes، بيعطوه IV fluid، still hypotensive، حيصير في هايبوبرفيوجن وبتحصل جلوبال سيريبرال اسكيميا. فهذه كده في كاركترستيك لها اللي هي الووتر شيد اريا، كان يعني افكت المناطق محدده كده في البرين، بس انها تكون جلوبال يعني افكتنج ذا هول سيريبرم. ايش الاهم كاركترستيك لازم تعرفوها في البيشنت اللي يحصل عندهم ويكنس اور 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 نيورولوجيكال ديفيسيت بسبب هاي بوتنشال؟ انه عاده الليفل اوف كونشسنس عندهم دروب. ليش؟ لانها جلوبال اسكيميا، ما هو بس حتضرب الاريا الموتور اريا، لا تضرب كل مكان. فعاده هذا البيشنت بيرمننتلي يصير الجي سي اس بيز لاين حقه 10 9 اور 8 ممكن. ف
يعني يصير not able to communicate و حيكون permanent بهذا الشكل. عشان كذا you have to avoid hypotension, treat hypotension عشان لا يدخل المريض في stroke. والستروك هذه حتكون ما هو بس يعني neurological deficit motor ولا بس sensory, لا حيكون حتى level of consciousness affected. آخر حاجة اللي هي hypercoagulable state, خلوها دائما في بالكم في young patient. يعني كده بين قوسين هذا young patient, لما يجيب لي واحد عمره 30 سنة 25 سنة ومعاه ستروك, هذا السيناريو عادة ما نشوفه إلا اللي عندهم thrombophilia. هذه يعني diseases حتدرسوها في الهيماتولوجي, اللي هي البروتين C والبروتين S deficiency وال other disease, الـ factor 5 laden mutation, كلها هذه بنسميها thrombophilia, they're predisposed لthrombosis. الحاجة الثانية البوليسايثيميا, والحاجة الثالثة السيكل سيل ديزيز. هذه كلها بتحصل في young age وممكن انها تسبب stroke او thrombosis, وهي least common causes. بس السيناريو عادة لو بيجي فيها يكون young patient وجايب stroke. طيب كده واضح ان شاء الله الـ causes. هنبدأ في اهم نقطة اللي عادة الأسئلة تتركز عليها, اللي هي الكلينيكال فيتشرز واللوكاليزيشن. أهم حاجة تفرق بين النيورولوجيست الكويس من النيورولوجيست اللي مضيع الموضوع اللوكاليزيشن. يعني لما يجيني المريض ب specific presentation لازم أعرف هل يعني أو فين بالضبط الليجن موجودة. فكل area affected or يعني كل blood vessel affected حيعطي specific presentation, ويعني it's easy بس ضروري انك تكون عارف. نبدأ بالميدل سيربرال ارت اللي هو most common affected blood vessel, وعادة affected زي ما قلنا في الامبوليك stroke. واكثر حاجة بيجيبوها كيف يجي المريض اللي عنده ميدل سيربرال artery infarction او thrombosis or emboli. أول حاجة بيكون في contralateral sensory loss, خلاص, أو نسميها hemi anesthesia. طيب الحاجة الثانية بيكون في contralateral weakness affecting the arms واللور half of the face واللور limbs. إيش معنى اللور half of the face؟ ليش؟ لأنه عنده facial palsy. هذا الفاشيال palsy اللي بنتكلم عنه, اللي هو لما نقول upper motor neuron facial palsy. فدائما إحنا بنقول لما في facial palsy بسبب stroke اللي هي upper motor neuron lesion, upper safe upper, فالupper part of the face will be preserved, ما حيكون affected. يعني he can open his eyes, ما يكون في loss of wrinkles في الفورهيد, ما حتكون هذه الحاجات موجودة. لكن lower half of the face will be affected, فهذه characteristic في upper motor neuron facial palsy. برضو حيكون عندهم lower limbs والarms. الحاجة اللي أبغاكم تضيفوها على هذا السلايد أو نقطة مهمة, إنه weakness بتكون more في upper limb than the lower limb, بعكس الانتيريو اللي دحين حنتكلم عنه. ف السنسوري لوس والويكنس بتكون في الابر لم مور ذان ذا لور لم. طيب الحاجه الثانيه المميزه في الميدل سيريبرال ارت الافيزيا, الافيزيا اذا كان افكتنج دوميننت هيمسفير. فكيف بتحصل الافيزيا, او يعني هاو دو ذي بريزنت؟ They can either present with Broca's aphasia or Fermi's aphasia. فإيش هي Broca's aphasia؟ Broca's aphasia اللي بنسميها motor aphasia. The patient يكون unable to talk. خلاص ما هو قادر يتكلم, بيواجه صعوبة to produce language. فهذه نسميها Broca's aphasia. لكن the language comprehension بيكون intact. فبمعنى إنه كيف يجيبوها كده لما تجي في الأسئلة تيجي بالضبط كل الامسيكيوز اللي عدت علي في الأفيزيا عشان تفرق بينها, دائما تيجي بهذه الجملة يقول لك the patient obeys command. يعني معناته انه language comprehension is intact. خلاص يعني تقول له ارفع يدك يرفع يده, نزل يدك ينزل يده, هذا ما عنده مشكلة في comprehension او الفهم, لا المشكلة عنده في language production. فهذا بنسميها بروكس افيزيا كده كاركتر. بس لما يوصفها لك برضو انه يعني they obey command but they're unable to talk or they having difficulty to او انت ما تقدر تفهمهم, يعني مو انه ما بيطلع كلام مفهوم, لا الكلام ما بيطلع اصلا. وهذا هو المقصود بالبروكس افيزيا, او اللي نسميها الموتور افيزيا.
الحاجه الثانيه اللي الفيرنكس افيزيا، هذا بيكون في امبير لانجوج كومبرهنشن، يعني ما بيفهم الكلام، they don't obey command. انت بتقول له كلام ما بيفهم عليك، او they don't obey your command. والحاجه الثانيه المهمه انه الكلام اللي بيقوله غير مفهوم، خلاص كاركترستيك كده، لكن ما عندهم اي مشكله في ال they talk fluently، يعني كلامهم مفهوم وما في اي مشكله، او الكلمات قصد اللي they produce it ما فيها اي خطأ، يعني تلاقيه بيتكلم بس جمل غير مفهومه and it doesn't make sense، فهذه بنسميها pharynx aphasia. فاهم برضو نقطه فيها again، يعني هذه زي ما تقول التريك اللي تساعدك انك تفهم عشان لا تضيع، is the patient obeying your command or not. تمام. طبعا في global aphasia اللي يكون فيها Broca's aphasia والpharynx aphasia both، هذه بنسميها global aphasia، they're not able to talk, they're not able to follow your command or understand you. تمام. هذا اذا كانت dominant hemisphere. الافيزيا يعني characteristic بمجرد ما تكون موجوده فكروا على طول في الميدل سيربرال artery. تمام. الويكنس والسنسوري لوس حتكون موجوده في الانتيريور سيربرال artery، ف حطوا في بالكم دائما انه الافيزيا از characteristic اذا كانت موجوده، بالاضافه للنقطه الثانيه اللي ذكرتها، اذا كانت clinical manifestation more في the upper limb than the lower limb, this is more likely to be middle cerebral artery infarction. طيب ال anterior cerebral artery كيف بيجي؟ بتكون ال weakness more في the lower limbs than the upper limbs. العكس. وهذا كده دايركت تيجي بهذا الشكل عادة في الأسئلة، يعني لما يبغاك تختار ال anterior cerebral artery يقول لك weakness more pronounced في اللور ليمب، او بعض الاحيان كيف يجيبوها تريك كده عشان يعني ما ممكن انت ما تكون منتبه، في الاكزامينيشن بيقول لك الباور في اللور ليمب 2 اوت اوف 5، في الابر ليمب 4 اوت اوف 5 اور 5 اوت اوف 5 ممكن بعض الاحيان. تمام. وعدى علي يعني قبل سؤال بهذا الشكل، كان الابر ليمب 4 اوت اوف 5 وفي اللور ليمب 2 اوت اوف 5، ففي هذه الحاله هنعرف على طول انه هذا البيشنت عنده انتيريور سيريبرال ارتري، يعني هذه بدون بيقولها لك بدون ما يقولها لك. فخلوا بالكم من دي النقطة، هنا على طول نعرف انه الانتيريور سيريبرال ارس وتكون الويكنس والسنسور لوس في اللور ليمب مور ذان ذا ابر ليمب. ايش في مانيفستيشن ثانية عادة ما يجيبوها صراحة في الأسئلة، بس انها لو كانت موجودة حتساعدني، اليورينري انكونتيننس والليمب ابراكسيا اللي هي unable to perform coordinated purposeful movement، اللي هي المقصود فيها يعني ما بيقدر يلبس ملابسه، ما بيقدر اي حاجه صعبه كده تحتاج يعني coordination ما بيقدر يسويها. ابسط مثال لها وعاده يجي انه they're not able to wear their clothes، فهذه characteristic مهمه. ان شاء الله تكون وضحت النقطه. اهم فرق بين الميدل سيريبرال والانتيريور سيريبرال انه في اللور limb more than the upper limb في الانتيريور، في الميدل بتكون الويكنس في الابر limb more than the lower limb، والافيزيا بتكون موجودة. طيب البوستيريور سيريبرال ارتري اهم نقطة في الفيجوال فيلد ديفكت اللي هي كونترا لاترال هومونوموس هيمينوبيا. ايش المقصود فيها؟ المقصود فيها انه لو كان في ليجن مثلا في الرايت سايد اوف ذا بوستيريور او الرايت سايد اوف ذا بوستيريور سيريبرال هيمسفير، فاور رايت بوستيريور سيريبرال ارتري حتكون الفيجوال فيلد افكتد الرايت تمبرال والليفت نيزل، معليش الرايت نيزل والليفت تمبرال. تمام. فهذه بنسميها كونترا لاترال هومونوموس هيمينوبيا، يعني يكون التمبرال فيلد ان وان اي والنيزل فيلد ان ذا اذر اي، فخلوا بالكم منها. وعادة يعني مميزة هذه، ما هي موجودة في موجودة، ممكن تحصل الهومونوموس هيمينوبيا في الميدل سيريبرال ارتري، بس ايش اللي هيساعدني افرق بينهم؟ الويكنس والافيزي. ما حيجي الميدل سيريبرال ارتري بس بهومونوموس هيمينوبيا، بعكس البوستيريور اللي ممكن يجي بس هومونوموس هيمينوبيا، ممكن يكون في اذر كاركترستيك زي السنسوري لوس اذا كان في انفولمنت للتلمس، و الميموري ديفيسيت او الميموري لوس. بس اهم ميزه في البوستيريور دائما يجيبوها البيشنت كومبلينينج اوف ديكريز فيجن،
on examination في affection للتمبرال رايت تمبرال او الرايت نيزل فيلد والليفت تمبرال او يعني حسب ما يكون السايد افكتد. بس هذا ون سيناريو اعطيتكم هو في هذه الحاله على طول this is homonymous synovia وهذه تحصل في البوستيريور سيريبرال ارتري انفاركشن. تمام طيب كده عرفنا نفرق بين البوستيريور والميدل سيريبرال والميدل سيريبرال والانتيريور سيريبرال ارتري. اخر حاجه اللي هي البازيلر ارتري او الفيرتبرو بازيلر انسفيشنسي وهذه مهمه وابغاكم تركزوا فيها لانها اكثر نقطه حتيجي اسئله عليها سواء في اختبار الكليات او في اختبارات الهيئه ودائما تيجي اسئله على هذه النقطه وهذه هي اللوكاليزيشن. في البدايه كنت اقول لكم لوكاليزيشن هذا اللي يبين اللوكاليزيشن ممكن انه يكون في السيريبرم او السيريبرال هيمسفير يعني اللي كنا نتكلم عنه انتيرور سيريبرال بوستيرور ميدل سيريبرال او ممكن انه يكون في البرين ستيم. ولو كنا حنتكلم اكثر في موضوع الويكنس كنا حنقول السباينال كورد كيف يكون اللوكاليزيشن كيف البريفرال نيرفز وكيف الليجن اللي في المسل وكيف في النيوروماسكولار جنكشن يعني كل هذه ممكن اي جزء منها يحصل فيه ليجن او يعني ديزيز وبيسوي سبيسيفيك مانيفيستيشن. اهم حاجه عند البازيلر ارتري كيف بيجي او كيف البرين ستيم انفاركشن البرين ستيم انفاركشن كيف بتكون او متى اقول انه هذا البيشنت لوكاليزيشن برين ستيم وبدل ما اسوي سي تي برين ممكن اعمل ام ار اي برين لانه البرين ستيم از بيتر فيجوالايز بالام ار اي. فكيف بيجي البيشنت بيكون عندهم اهم حاجه contralateral weakness in the arms and lower limbs و ipsilateral facial palsy اللي هو دائما لما بشرح بقول لهم crossed presentation او crossed weakness. يعني نفترض مثلا كان في affection لل bones خلاص في الرايت سايد في الرايت سايد اوف ذا bones اللي هي جزء من البرين ستيم. ففي هذه الحاله حيكون في ipsilateral facial pulsing يعني الرايت سايد اوف ذا فيس حيكون افكتد. ليش؟ لانه الفيس في هذه الحاله حيكون لور موتور نيورون ليجن وحيكون في نفس الاتجاه او في نفس جهه الـ 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 اللي حصلت فيها المصيبه. لكن الليمبس اللي هي الابر واللور ليمبس حتكون في الاذر سايد افكتد فكروست. هذه مهم يعني بكل بساطه تقدروا انكم تعرفوا اللوكاليزيشن في البرين ستيم اذا شفتوا الكروس بريزنتيشن الفيس افكتد في جهه واللمس في جهه في الجهه الثانيه. هذه على طول اقول هنا لا هذا البرين ستيم this is not cerebral infarction this is not the anterior or posterior or middle cerebral artery هذه basilar artery or vertebral basilar insufficiency. ايش اللي يساعدني او يدعمني في هذا الشيء اذا كان البيشنت عنده الكرانيال نيرفز ساينز اللي هي او manifestation او clinical features اذا كان في vertigo nystagmus dysarthria dysphagia اذا في affection للفيغس نيرف diplopia اذا كان في affection لل النيرف supplying الاكسترا اوكولار مسل اللي هي الثيرد والفورث والسيكس كرانيال نيرف ممكن يكون في diplopia الجيت اتاكسيا اذا كان في involvement لل اللي هو السيربيلم والبارستيزيا. فأهم حاجة طبعا يعني هم حيساعدونك لو جابوا لك dysphagia مثلا او dysarthria اللي هي inability to articulate word هذه حتكون على طول حتساعدنا نعرف انه الليجن هنا ما هي في السيريبرال هيمسفير. فعادة السيناريوهات اللي عدت علي والأسئلة الكروست ويكنس خلوها في بالكم. يعني لو قلنا هعيدها ثاني لو كان مثلا الرايت سايد اوف ذا برين ستيم از افكتد الرايت سايد اوف ذا فيس ويل بي انفولف والليفت ابر والليفت لور ليم ويل بي انفولف خلاص. يعني الفيس في نفس الجهه بيكون في نفس جهه الليجن لكن الليمس بتكون في الجهه الثانيه. فهذا ما بيحصل الا في اللي هي vertebrobasilar insufficiency او برين ستيم انفولفمنت. كده
المفروض انكم صرتوا فنانين في اللوكاليزيشن، خلاص الاسئله كيف بتيجي، يا يقول لك ايش البلود فيسل انفول، يا يقول لك ايش الاريا انفول، هل هي البرين ستيم، هل هي سيريبرال انفاركشن، او انه في الحاجات اللي بعد كده حنتكلم عنها اللي هي الان ممكن يسالني، وهذا يعني شويه ادفانس، بس ممكن يقول لي هل حتعمل سي تي برين، هذا اذا كانت سيريبرال، او ممكن يقول لي حتعمل برين ام ار اي برين اذا كنت افكر في البرين ستيم. تمام، فكده ان شاء الله تكون وضحت معاكم. حنبدا الان نتكلم عن هاو تو ورك اب ذا بيشنت. فانا دائما بقسمها لثلاثه اقسام، اي بيشنت ونس يو سسبكت ستروك، اي بيشنت جاي بويكنس، جاي بافيزيا سلورد سبيتش، الحاجات هذه على طول افكر او اقسمها كده لثلاثه اقسام. تمام، وبالاصح يعني هي القسمين، بس دحين هتوضح معكم. اول حاجه you need to ask when the symptoms started، لانه هذا هو اللي حيحدد المانجمنت متى بدات هذه الاعراض، لها ساعتين، لها ثلاث ساعات، لها اربع ساعات، لازم تحدد التايم اوف اونست. هذا اول شيء. ثاني حاجه stabilization للبيشنت، وهذا اكثر يمكن في الهيموريجيك، لانه ممكن يكون في او البيشنت يكون فايتالي انستابل، بس حتى في الاسكيميك ستروك يو نيد تو ستابلايز ذا بيشنت اند ميك شور الاي بي سي الاير واي البريثنج السيركيليشن اول انتاكت. يو نيد تو تشيك سيرم جلوكوز، لانه هايبوغلايسيميا از ون اوف ذا ستروك ميمكس. ايش معنى ستروك ميمكس؟ يعني في حاجات كده دايجنوزز تيجي بنفس صوره الستروك، اهمها الهايبوغلايسيميا، فلازم اني اشيك على طول على البلد جلوكوز. وبعد كده نيجي للجزء الاخير اللي هي الامرجنسي ايميجنج او ال سي تي برين. فبعد ما حددت الاونست الهيستوري وستابلايز ذا بيشنت وشيكت على البلد شوجر، يو نيد تو دو ايميجنج. وايش الايميجنج اوف تشويس او البيست ايميجنج ان جنرال في ستروك بشكل عام؟ النون كونتراست هيت سي تي. فهنا يعني معلومه ممكن تفيدكم وحتفيدكم كجزء من بالذاكر النيورولوجي، في حالات الاسكيميا، في حالات الهيموريج، احسن ايميجنج ممكن اسويه سي تي برين without contrast او نون كونتراست هيد سي تي. طيب متى اسوي الهيد سي تي وذ كونتراست، او متى تفيدني الكونتراست او الانهانسمنت؟ في تو دايجنوزز دائما خلوها في بالكم، عاده بنسوي سي تي برين وذ كونتراست. اول حاجه البرين ابسس او البرين تيومرز، كل هذه الاثنين بنحتاج فيها الانهانسمنت. فهذه التو سيناريو اذا سسبكتنج انه في سبيس اوكيوباينج ليجن، وعاده يكون الهيستوري كرونيك، يعني يجي البيشنت بهيستوري اوف مثلا سيجرز وهيديك وفوميتنج اللي انكريز انتراكرينيال بريشر له تقريبا ثلاثة شهور او ستة شهور. ففي هذه الحاله عاده على طول دايركت نروح للسي تي وذ كونتراست، لكن في حالات الستروك دائما سي تي برين without contrast، وعاده في الاختيارات يكون في سي تي with اي في contrast ولا سي تي without contrast، فطبعا حتختاروا سي تي without contrast. ليش اسوي سي تي without contrast او ليش اسوي سي تي من الاساس ما ابدا المانجمنت؟ ليه؟ لانه الستروك از كلينيكال دايجنوزس، لما يجيني مريض عنده ويكنس عنده افيزيا خلاص المفروض اني على طول اعطيه العلاج سواء ثرومبوليتكس او اسبرين او ايا كان. سويها not to detect stroke او اسكيميك ستروك، نسويها تو رول اوت هيموريج. هذا السبب الرئيسي انه نعمل سي تي برين، بس اتاكد انها هذه ما هي هيموريجيك، لانه الهيموريجيك رغم انه شويه البرزنتيشن مختلف بس ممكن تيجي بنفس البكتشر. وشفت انا بيشت قبل الهيموريجيك ستروك بنفس بكتشر اللي وصفتها لكم في الميدل سيريبرال ار ويكنس وكذا بدون التر كونشس ليفل. ففي هذه الحاله يو نيد تو ميك شور انه ما في هيموريج قبل ما اعطي ترومبوليتكس. لكن الـ MRI is better for ischemic stroke، ودائما بنقول CT is the best for hemorrhage، MRI is the best for ischemia. لكن عمرنا ما حنسوي MRI في الـ ER أو أول ما يجي الـ patient، أو في السيناريوهات اللي بيجيبوها لكم عادة تكون ER أو يعني you need to start or initiate management. ممكن بعد الـ admission وبعد ما نبدأ الـ management ممكن نعمل MRI just to يعني تشيك اكزاكتلي فين الاريا انفولد و
اذا كان في اريا سالفجبل يعني ممكن لسه ننقذها. ف الام ار اي از مور سنسيتيف، لكن عمرا ما حنسوي دائما الاختيار الصح والسي تي برين في حالات الاسكيميك ستروك، خلوا ذا الشيء في بالكم. طيب النون كونتراست قلنا تو رول اوت هيموريج بعض الاحيان، بعض الاحيان وبعض الاحيان بيجيبوها حتى في الاختبارات في الصور اللي هي الاسكيميك فايندنجز وبالتحديد الهايبر دنس ام سي اي ساين، او انه يكون في هايبو دنس برين. انتم عارفين انه في السي تي برين وهذه مهمه لازم تشوفوا صور لها، سي تي برين في الهيموريج حيكون وايت اريا او هايبر دنس اريا، هذه واضحه يو كان نوت مس. في النون كونتراست بتكون جراي اريا او هايبو دنس برانكيما، فهذه حتكون اسكيميك ستروك او اسكيميك اريا، فهذه نادر بنشوفها خاصه في اول 24 ساعه ما تظهر دي الحاجات عاده، بس بعض الاحيان بتظهر وممكن انها يعني تجي صوره في الاختبار و يو نيد تو ديفرنشيت ما بين الاثنين تمام. لانه في حالات الـ 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 السؤال يعني واحد من الاسئله اللي مرت علي قبل كده بيشنت هل حتعطي له ميديكيشن ينزل البلد بريشر اور نوت، وصوره سي تي برين في اسكيميك ستروك، اذا اسكيميك ستروك حننزل البلد بريشر يس، قصدي اذا اسكيميك ستروك معليش ما حننزل بلد بريشر اوبزرفيشن، لكن لو هيموريجيك ستروك يو نيد تو ديكريز بلد بريشر، لانه زي ما قلت لكم في البدايه الهايبر تنشن از ذا موست امبورتنت والموست دينجرس ريسك فاكتور في الهيموريجيك ستروك، وكل ما كان البلد بريشر هاير كل ما كان الهيموريج يعني مور سيفير، فخلوا بالكم من دي النقطه. اذا بعد ما خلصت السي تي طبعا حنعمل بيسك لابس انكلودينج السي بي سي الكترولايت كواجوليشن تروبونين دراج سكرين في اليونج بيشنت زي ما قلت لكم، عشان الكوكايين واحد من اهم الكوزز في اليونج بيشنت لانه بيعمل فازو كونستريكشن، الليبيد بروفايل عشان الريسك فاكتور الجلوكوز وممكن الاتش بي اي 1 سي، هذه الحاجات كلها بنطلبها انيشال يعني من بدري، بتفيدكم اكثر في الاوسكي لما تجي اوسكي ستيشن ستروك وتمشي بنفس الابروتش اللي قلت لكم، اخذت الهيستوري والاكزام وشيكت على البلد شوجر وعرفت التايم اوف اونست، هتطلب سي تي وتقول له ابغى اعمل هذا اللابس وعندك كوز لكل واحد منها، يعني مثلا الكترولايتس لانه برضه بعض الالكترولايت امبالانس كان ميميك ستروك، التروبونين عشان الام اي انا قلت لكم واحده من السورسز، عشان كده لازم اسوي ايش اي سي جي تو ميك شور ما في اي فيب ما في ام اي في ستيشن اوسكي كان نوت فورجيت ذس، مستحيل لازم ستروك اي سي جي على طول. سيناريوهات كثير بنشوف الاي فيب لاول مره ديجنوز اي فيب بستروك جاي لاول يعني مره تظهر عنده عملت الكوميونيكيشن في ترانس توراسيك ايكو، وهذا يعني نوت ايرجنتلي بس يعني لازم برضه نعمله عشان اتاكد ما في الليفت فينتريكولار ثرومبس اللي قلتها لكم في البدايه، واتاكد كمان ممكن اذا كان في بيتنت فورمين اوفالي اللي هي تعمل بارادوكسيكال امبوليزم. اخر حاجه الكاروتيد الترا ساوند تو ايفالويت فور كاروتيد ارتري ستينوزيس، طبعا خلوا بالكم عشان لا تلخبطوا السيناريو او ايش بيحصل بالترتيب، اول حاجه قلت لنا تشيك تايم اوف اونست وستابلايز ذا بيشنت وشيك البلد شوجر، تعمل ايميجنج بعدها انيشيت مانجمنت اللابات وطبعا اللابس والاي سي جي هذه من البدايه حنعملها في الطوارئ، لكن الايكو والالترا ساوند هذا سكيدجول بعد الادميشن او بعد فتره ما اروح لها او انقز لها الان، الان وي هاف تو انيشيت او ستارت مانجمنت لانه تايم از برين، يو هاف تو يعني ستارت مانجمنت از سون از بوسيبل. طيب علاج الاسكيميك ستروك، علاج الاسكيميك ستروك از اي في ثرومبوليتيك، بس لازم تتحقق شرطين، لازم تتحقق ثلاثه شروط خلاص. انا لما اقرا اسئله الاسكيميك ستروك عاده او السيناريو اسال نفسي هذه الثلاثه اسئله على طول، اول ما تشوف هتلاقي في الخيارات في اسبرين هتلاقي في اي في تي بي اي، تي بي اي اللي هو هذا تي بي اي اللي هي او التي بلايز او تريكت بلايز اللي هي تي بي اي تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور، هذه الثرومبوليتكس الاجد او الجديده القديمه الستريبتوكينيز وغيره، الاي في ثرومبوليتكس عاده يحطوها لكم بالاسم او يقول لك اي في ثرومبوليتكس او اسبرين وات يو ونت تو دو. طبعا لو في سي تي برين في الخيارات حختاره على طول، في ناس كثير كانوا بيرسلوا لي اسئله بعض الاحيان اختاروا على طول بريزنتنج في اول اربع ساعات ونص يختارون
الثرومبوليتكس بدون ما ينتبه انه في الخيارات سي تي برين. فاول سؤال تساله نفسك، هل في هيموريجيك ستروك ولا لا؟ انا طمنت وتاكدت انه ما في هيموريجيك ستروك، فهذا اول سؤال. اكيوت اسكيميك ستروك افتر رولينج اوت انتراكرينيال هيموريج، خلاص يعني اول حاجه اتاكد في الكيس هذا اللي اعطاني هي، هل قال لي انه في سي تي برين دن اند نو هيموريج سين؟ حتى لو ما قال لي في اسكيميا، اهم شيء انه ما في هيموريج، هذا رقم واحد. رقم اثنين، البيشنت جاي في اول 4 ساعات ونص من بدايه السيمبتومز، تمام؟ لو جاب لي سيناريو قال لي البيشنت هذا صحي من النوم وعنده الويكنس هذا، هذه بنسميها ويك اب ستروك، هذه ما هي ما نقدر ان نعطي فيها ثرومبوليزيك لانه التايم از انون، ما ندري متى بدات السيمبتومز. لكن اذا كان نون قال لك سيمبتومز هي از هافينج ويكنس فور 2 اورز، خلاص الشرط الثاني تحقق. ايش هو الشرط الثالث؟ اتاكد انه ما في كونترا انديكيشن للريبرفيوجن ثيرابي او التي بي اي او ثرومبوليتكس، وهذا اللي عاده صراحه تكون في السيناريو يخبوها لكم كده بدون ما تنتبه لها. فايش هي الكونترا انديكيشن؟ طبعا اكثرها كرينيال كوزز، تقريبا في 4 حاجات في السي ان اس او في انسايد ذا برين. رقم واحد active bleeding، active internal bleeding or bleeding diathesis. واحد عنده bleeding الآن مستحيل نعطيه thrombolytics، خلاص قلوا ده الشيء في بالكم، ما تحتاجوا. وهذه عادة صراحة ما يجيبوها يعني خاصة في الأسئلة لأنه it's logical. واحد قال لك عنده ملينة مثلا، مستحيل أنك تعطيه thrombolytics، عنده active bleeding GI bleeding. واحد عنده طيب هو عادة أشهر سيناريو يمكن الملينة، لو فيه هيماتوميسز او كده طبعا اكيد هذه ما او هيموبتسز ما حتعطي. طيب الحاجه الثانيه الهايبرتنشن اور ان كنترول ذا بلاد بريشر، اذا كان البلاد بريشر مور ذان 185 اوفر 110، احفظوا هذه الرقمين تماما مهمه جدا، يعني خاصه السيستوليك بالذات السيستوليك هنا، اذا كان مور ذان 185 يو هاف تو ريديوس بلاد بريشر، ريديوس بلاد بريشر to less than 185 بعد كده تعطي thrombolytics، ما تبغى تنزله أكثر لأنه blood pressure is important to maintain cerebral perfusion، لكن أكثر من كده ما أقدر أعطي thrombolytics. Risk of hemorrhage is high. بعد كده نيجي للcranial causes اللي قلت لكم، هي عندي 4 كده وراء بعض: hemorrhage, trauma or ischemic stroke, surgery أو tumors. trauma وتيومرز، سيرجري او هيموريج، وكلها فور كوزز ريليتد للبرين. فيعني انا كنت دائما لما ابدا خاصه في الاوسكيلمنس وات از ذا كونترا انديكيشن ثرومبوليتكس تبغى تعددها، تذكروا اول حاجه الكرينيال كوزز هذه الاربعه اللي هي كلها ليجن او حاجات ريليتد للبرين: سيرجري، تروما، تيومرز، هيموريج، خلاص. وكلها يعني it's easy to remember صراحة، ما أعتقد أنكم حتواجهوا مشكلة فيها. وعادة لو كان في السيناريو فيه موجود أي واحدة من هذه على طول نستبعد الثرومبوليتكس واختار الأسبرين. آخر حاجة إذا في ثرومبوسيتوبينيا less than 100 أو كواغولوباثي اللي هي prolonged BTT or INR، فهذه hematological related أو related للهيماتولوجي أو اللابس، فمهم أن يكون عارفها. عادة صراحة في الأسئلة يعني اكثر حاجه ممكن يجيبوها لكم البلد بريشر انه يكون ان كنترول، او يقول لك انه في بريفيس هيستوري اوف انتراكرينيال هيموريج، وهذا اللي يعني بيشنت عنده هيستوري قبل 50 سنه جاله انتراكرينيال هيموريج دحين جاي باسكيميك انفاركت، او اتليست يرول اوت اكتيف هيموريج او هيموريج جديد. ففي هذه الحاله ما اقدر اعطي ثرومبوليتكس لانه بمجرد ما الشخص هذا جاته هيموريجيك ستروك thrombolytics banned for life، ما اقدر اعطيه thrombolytics، تمام. الهيد تروما والاسكيميك ستروك ده في اخر 3 شهور، تمام، لانه عندهم اجين ريسك اوف هيموريج عالي. thrombolytics يعني فيري هاي ريسك اوف بليدنج، ما هي زي الانتي كواجوليشن الهيبرين ده، لا اتس فيري هاي ريسك. الحاجه اللي بعد كده السيرجري اذا كانت ريسنت اجين within the past 3 months، اخر 3 شهور عمل intracranial or intraspinal surgery، حتى spinal surgery او الانتراكرينيال نيوبلازم اور انيوريزم، عنده يعني تيومر في البرين. واخر حاجه ثرومبوسيتوبينيا والهاي ان ار والبي تي تي. ف
اول حاجه اتاكد ما في كونترا انديكيشن، لما كده اقرا الكيس ارجع اقرا السيناريو ما في كونترا انديكيشن وجايني في اول 4 ساعات ونص وقال لي السي تي از كلير، على طول اختار ثرومبوليتكس. بس تحققت هذه الثلاثه شروط والثلاثه اسئله هذه، اي اسكيميك ستروك تلاقوا كده طالع في الخيارات في اسبرين وثرومبوليتكس، خلاص عرفت الطبخه ولازم تعرف انه الثلاثه اسئله هذه لازم تجاوبها عشان تقدر تختار ثرومبوليتكس، اذروايز هنختار اسبرين اور كلوبيدوغريل اذا في مشكله في الاسبرين او كونترا انديكيشن، بس عاده اسبرين. فايش الانديكيشن اني ابدا اسبرين او متى اعطي اسبرين؟ اعطي اسبرين immediately، شوفوا ثاني نقطه immediately if thrombolytics is contraindicated or if the patient presented after 4.5 hours from symptom onset. خلاص هنا immediately في هذه الحاله العلاج اسبرين على طول اختاره. في حاجه ثانيه اقل اهميه صراحه خاصه للاسئله والام سي كيو، اني حابدا الاسبرين anyway اذا البيشنت، حتى لو البيشنت اخذ ترومبوليتكس لكن ما حبداها على طول مع ترومبوليتكس، ما تبغى تسبب هيموريج او تبغى تعرض البيشنت تو ريسك، فتنتظر 24 ساعه افتر سيمتومز اونست من بدات الاعراض. يعني الاعراض جاته الساعه 8 العشاء تمام او 8 الليل، الساعه 10 جاء المستشفى اعطيته ترومبوليتكس، بكره الساعه 8 الليل تعطيه تبدا الاسبرين ستارت اسبرين خلاص افتر 24 hours after symptoms onset. هذا اذا اخذ ثرومبوليتكس، immediately اذا ما اخذ ثرومبوليتكس اللي نسميها الويندو الاربع ساعات ونص هذه. طيب خلصنا كده المانجمنت، وهذه يعني ما يخلو اختبار نيورولوجي، في جزء نيورولوجي من المانجمنت اوف ستروك، وهذه النقطه بالذات الستروك ويندو وال يعني حتى ان ريال لايف حتتعاملوا معاها كثير. ف نيجي بعد كده للبلد بريشر مانجمنت. الاليفيتد بلد بريشر از امبورتنت، في حاجه بنسميها بيرميسيف هايبرتنشن، يعني انت تسمح بالهايبرتنشن عشان تمنع الاسكيميا. فابغاكم تحطوا في بالكم انه البلد بريشر ما يهمني قد ايش يوصل، اهم شيء انه ما يزيد عن 220 في حالات الاسكيميك ستروك، اكسبت اذا انت ناوي تعطي البيشنت ترومبوليتكس، يعني تحققت باقي الشروط وخلاص انا جاي اعطي ترومبوليتكس. في هذه الحاله يو نيد تو ريديوس بلاد بريشر، شايفين الارقام هناك كان 110 هنا 100، تو ديفرنت سورسز ما يفرق الدايستوليك، اهم شيء هذا الرقم اللي ما تحفظوه 185، هذا الرقم اللي ثابت ومهم جدا، هتلاقوه في الامريكان هارت اسوشيشن في جدول فيه كده كل الهايبرتنسيف كومبليكيشن كم التارجت بلد بريشر 185 سيستوليك، يو نيد تو ريديوس تو ليس ذان ذس اذا حتعطي ثرومبوليتكس، اذروايز ما حيفرق بالنسبه لك لانه اتس امبورتنت تو مينتين البرفيوجن. ليه؟ لانه الهاي بلد بريشر لما اعطي ثرومبوليتكس وفي هاي بلد بريشر ممكن يحصل هيموريج، هو ده السبب الوحيد، اذروايز وي الاو بلد بريشر تو بي هاي وي دونت ريديوس ات، ويكون الجواب اوبزرفيشن. خلوا بالكم اسكيميك ستروك thrombolytics not indicated, blood pressure is more than 185, don't give any antihypertensive, just observe. طيب بعد كده الـ risk factor management، وهذا آخر شيء، هذا يعني عادة بعد ما عملنا admission للpatient you control blood pressure لأنه هو المصيبة الكبيرة زي ما قلنا والsingle important most important risk factor، عشان كمان يحصل هذا سؤال ثاني يقول لك how to prevent stroke in the future prevention، اول حاجه بلد بريشر تمام. طبعا افيب يو ستارت انتي كواجوليشن دايابيتس لايف ستايل موديفيكيشن جلايسيميك كنترول الهايبرليبيديميا برضه الساتين ثيرابي واللايف ستايل موديفيكيشن مهم الفيزيوثيرابي والموبيلايزيشن تو امبروف بعض المرضى يعني الباور وال دي ريجين سم اوف ذا فانكشن مع الفيزيوثيرابي، واخر حاجه الكاروتيد اند ارتكتومي في حالة كان الكاروتيد ارتري ستينوزيز مور ذان 70 او من 70 تو 99%. طبعا هذه فيها تفصيل اكثر وصداع، بس اهم شيء تعرفوا هذه النقطة لانه هي الاسئلة لو جات تجي على نقطة الكاروتيد انت ارتكتوم. يعني قال لك عملنا الترا ساوند دوبلر اللي جزء من ستروك ورك اب بنسميها، ولقينا انه في ستينوزيز فعلا في الكاروتيد ارتري، الستينوزيز هذا كان 60% nothing no intervention ما يحتاج اي انترفينشن، لكن لو كان من 70 تو 90% او مور ذان 70 في هذه الحاله يو هاف تو دو كاروتيد اند ارتكتومي اللي هي ريموفل لهذه
للجزء اللي فيه او لل الاثيروسكلروتيك بلاك اللي عامل المشكله. طيب النقطه اللي ابغى اركز عليها لانه كثير توصل لي اسئله عليها، لو المريض عنده اتريال فيبريليشن طيب وحصل له بسبب الاتريال فيبريليشن ستروك، ايش المفروض تكون المانجمنت؟ سواء اعطيت ثرومبوليتكس او اعطيت اسبرين، يو نيد تو طبعا كالكوليت تشاد باسكور. طبعا التشاد باسكور 2 بوينتس بمجرد ما جات البيشن تي اي اي اور ستروك لو تتذكرون ياخذ 2 بوينت على طول، فهذا على طول انديكيتد تو جيف انتي كواجوليشن، يعني زي الوارفارين والدواكس والميديكيشن هذه فاللي هي الانتي كواجوليشن. فمتى اعطيها؟ ف according to up to date after 14 days of stroke you can start it، يعني اول اسبوعين اسبرين، يمشي على اسبرين خلاص، او لو كان جاي في الويندو حدي ثرومبوليتكس بعد كده ابدا الاسبرين. فالفكره هي انه حيمشي على اسبرين اسبوعين بعد كده ابدا الوارفارين. طبعا الموضوع عليه ستاديز لسه، بس الفكره هي انه ليش اخر الانتي كواجوليشن اجين؟ لاني افريد اوف هيموريج. خلوا بالكم اي اسكيميك ستروك في اي لحظه ممكن انها تتحول ل هيموريجيك ستروك. تمام، فهذه نقطه مهمه، ويعني يو نيد تو افويد انتي كواجوليشن لانه ممكن انه يعرض البريف، فتستنى 14 يوم بعد كده تبدا الوارفارين او الدواكس او النواكس. طيب هذه الالجوريثم ممكن ترجعوا لها بعد كده تشرح كل حاجه او توضح كل حاجه تكلمنا عنها. تبدا بالسي تي برين في اسكيميك ستروك، حتعمل اي سي جي، يعني انت يو ار وركينج اب تراينج تو نو ذا سورس، لانه حيفرق معاك في المانجمنت لانك يو نيد تو كنترول ذا سورس عشان لا تحصل ستروك ثاني وتسبب مصايب فوق المصايب اللي حاصله، وفي الوقت نفسه يو ار مانجينج ذا كرنت ستروك او الستروك الحاليه.